والله يا جماعة اليوم نهار كامل ما حليتش ليكليماتيزور، ما استعملتوش لصباح لليل، وسافا على الاخر الطقس بالحق معناها الي تخي زاكريابل، ربي ديما النعمة. خاطر اليوم قمت هذايا ما تبلوكي معناها البس مي جريست، معناها طلعت وحتى الفنتويت الكليماتيزور، اما لا باردة، باقي باردة. ومشكلتي انا في الليل اللي انا ما نجمش نبيت شباك محلول، على خاطر اولا الدنيا تضوى في دار، معناها الشمس تضوى في شباكي طول، ثاني يعني الحس معناها حاجة ولا أروع اللي عندي في البلاص هوني، دونك هي تو بالفنتيلاتور سافا على الآخر، من بعد كان رخيص باش نحل الكليماتيزور لا 28 لا 25 لا نشهر بين منه. بونجور، ورجعت حليمة لعادتها القديمة. تو رجعت محمد متاع العدد نص النهار خايم سحبه طر. حاول تفهم، انا ما عادش نركز، نعيش نهار ونهار وكه ويستفي برك. ليش ما تدري في باب السعد مع كل يوم؟ يا اخوي اعطيني مفتح قلب بيا، هاي قلب لي مفتح قلب عندي. شو هذا؟ فيها ثلاثة هيك؟ هذه هذا مش بدك بدك ناسك.